السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على ازاي نستخدم البيم في التحكم في المشروع، ودي محاضرة ألقيتها في زابيك 5 بقطر في سبتمبر 2019. كانت المحاضرة بالإنجليزي، كنت صراحة أتمنى أنها تكون تبقى بالعربي، لأن احنا دولة عربية وفخورين باللغة العربية، ومفيش دولة مثلا فرنسا إيطاليا ألمانيا هتدي المحاضرة غير بلغة البلد. ولو حد حاول إن هو يدي محاضرة بأي لغة تانية الناس مش هتوافق، والله المستعان. يعني أتمنى المحاضرات كلها في الدول العربية تكون باللغة العربية افتخارا بلغتنا العربية. طيب دي كانت مقدمة سريعا، ونبدأ في الحديث. طيب بداية أنا أعرفكم بنفسي، أخوكم عمر سليم مؤسس بيم أريبيا، واشتغلت بيم مانجر في مشاريع كبيرة زي مول في قطر، زي سكيورتي فود، والحمد لله الواحد ليه أكثر من كتاب في مجال البيم، وفي الفيديوهات على اليوتيوب تشرح البيم بالتفصيل. احنا هنشوف بقى ازاي نستخدم البيم في التحكم في المشروع. طيب احنا هنتكلم على ايه؟ اولا هنعرف ايه هو البيم وايه هو اهميته وازاي هو بيحسن الاداء، وهنتكلم عن العائد على الاستثمار. طيب ليه احنا محتاجين البيم؟ اولا لان احنا دلوقتي بنشتغل في مشاريع معقده complex projects، المشاريع الميزانيه بتاعتها ممكن تكون قليله وعندنا ديدلاين، والمشاريع ما اتعملتش قبل كده. يعني لو انت مثلا عملت المبنى دوت واتطلب منك ان انت تعمله تاني، فانت مش محتاج بيم ومش محتاج مخططات، انت خلاص عارف الوقت والتكلفة والمشاكل و بس هو بيقول لك لا، ما ينفعش تبني نفس المبنى، احنا عايزين حاجة مميزة يعني تخلد اسمك في التاريخ، فاعمل حاجة مختلفة تماما. ممكن الحاجة المختلفة دي يكون فيها خطورة او فيها مشاكل، تمام، ممكن الشغل يقف سنتين تلاتة عشان تحل المشكلة ديت. فليه احنا ممكن نحل المشاكل دي على الكمبيوتر، بحيث لما تيجي تبدأ تصمم تنطلق على طول. المشاريع الكبيرة بتبقى محتاجة شركات كتيرة تشتغل فيها مش شركة واحدة، فمحتاجة نوع من تبادل المعلومات وتبادل الداتا البيانات. احنا عندنا مشكلة بقى ان كمية البيانات الموجودة كتيرة جدا، عندنا حاجة اسمها بيج داتا، وعندنا مشكلة برضو البروجكت ريسك، المخاطر بتاعة المشروع محتاجة تكون في سيموليشن او في تنبؤ بالمشاكل دي. طيب تعال شوف المبنى دوت. لو انت تخيلت ان انت في سيكشن 2 دي وعايز تفهم ايه هو، مش تفهم حاجة خالص، ده مش عيب فيه، عيب في ان هو شكل معقد شوية. لو جيت تبص على البلان برضو مش هتفهم ايه المطلوب، ممكن تفهمه بعد ما يخلص، بعد ما المشروع يتبني تبدأ تفهم اه ده هو قصده كان يعمل كده، اه اتصور بالشكل دوت، تمام. يعني كان في مشروع معمول المعماري حاطط 2 فلور بينهم مسافة 5 سنتي، فإن حد يتخيل الفكرة، هو ما كانش عامله التكييف ولا صحي ولا بتاعه، وعامله أساس يخفف درجة الحرارة حاجة زي كده، فالفكرة نفسها ما حدش قدر يستوعبها غير على نهاية المشروع. طيب تعالى نشوف الفيديو دوت. ده مشروع ناشونال ميوزيوم في قطر، المتحف القومي بتاع قطر. زي ما انت شايف في درجة تفاصيل كتيرة جدا ما ينفعش ان هو يتعمل غير بالبيم، ما ينفعش تعمل بجد، ما ينفعش تعمل بأي برنامج بيم غير تكلا، يعني كمية التفاصيل الإنشائية ديت لازم برنامج تكلا. المتحف ده جميل جدا، يعني أتمنى تزوروه. فعلا في حاجات جميلة جدا يعني، وفي حاجات تخلي الطفل نفسه يقول لك أنا عايز كل شوية أنا عايز أروح، بيتفاعل يعني. هم حاطين بعض الحاجات الأثرية وبعض الحاجات المعمولة بحيث إن الطفل يلعب بيها ويتسلى. لو جينا نبص كده إيه التكنولوجيا اللي ورا كل المباني اللي بتطلع جديدة ديت؟ Building Information Modeling BIM، عملية إنشاء 3D بس يكون غني بالمعلومات. احنا فضلنا فترة كتيرة جدا نشتغل مانوال، وفترة طويلة نستخدم الأوتوكاد أو الكاد. بس برضه كنا بنرسم خط، نرسم أرك ونتخيل إن دي حيطة.
فلما جت تكنولوجيا البيم عملت نقلة كبيرة جدا في الشغل، بحيث ان انت تقدر تعمل كراش ديتكشن، تقدر تعمل الحاجات بالشكل دوت، تقدر تشغل فاسيلتي مانجمنت. تقدر تتعامل مع الجي اي اس. طيب احنا قلنا كلمة بيم كتير بيم كتير، طب ايه هو البيم بقى؟ انت لو عملت سيرش على النت هتلاقي كلمة البيم دي موجودة كتيرة جدا، وكل واحد ليه تعريفه الخاص، يعني كل واحد يقول البيم ده على مزاجه. تمام. طيب خلينا نقول مثلا احساس نقرب الصورة، ان هو بان انا بحط كل العناصر اللي هتبقى موجودة في المبنى بحطها جوه الكمبيوتر بكل الخصائص بتاعتها، بحيث ان انا لو عايز اعمل كلاش هو يقدر يقول لي اه فين الكلاشات بين الحوائط وبين الكهرباء. في الاوتوكاد انت بترسم خطوط، فلو قلت له اعمل كلاشات هيقول لك ها مش فاهم. تمام. والمهم ان المعلومات دي احنا مشاركها طول حياة المشروع، وهي اختصار Building Information Management. تمام. خلينا نحفظ Building Information Management، ازاي تدير معلومات المشروع، او ممكن نخليها better information for management. طيب البي هي فعل واسم، يعني هنتكلم على عملية البناء وبنتكلم على المبنى نفسه بعد ما خلص ان انا ممكن اشتغل فيه فاسيلتي مانجمنت. والاي ان انا احط information، والمانجمنت ان انا اقدر ادير المعلومات ديت، ولازم اقدر اوصل المعلومة الصح للشخص الصح في الوقت الصح. وفي بعض الحاجات لازم تكون موجودة في البيم، زي مثلا التكنولوجيز دي بتشمل الهاردوير والسوفت وير، البروسيس حتى نتفق عليها، البروسيس الخطوات اللي هنمشي عليها. طيب دي مقارنة بين الكاد والبيم، لأن كل ما تتكلم على حد يقول لك لا البيم أسرع، البيم لا الكاد أسرع. الكاد أسرع لأن أنت بقالك سنين شغال عليها، فلما تيجي تشتغل على برنامج جديد بتاخد وقت عشان تستوعبه وبعد كده تنطلق فيه. تمام. ده احنا طلبنا رسمه معينه من حد شغال ريفت وحد شغال كده، الاثنين نفس الخبره ومفيش حد فيهم مبتدئ ولا حاجه. تمام. زي ما انت شايف الاوتوكاد بيرسم خط وبعد كده ياخد اوفست وبعد كده يعمل فيلت، طبعا الحاجات دي مش موجوده في الريفت. اللي ممكن يبطل في الريفت هو ان في بلوكه مش موجوده فانت تعملها، ودي نفس الفكره في الاوتوكاد، لو انت ما عندكش بلوكه تاخد وقت على ما تعملها. تمام. فمفيش حاجه يعني سبيشال في الريفت تعطلك، غير ان انت ممكن تكون لسه مبتدئ جديد فلازم تستعين بحد يكون خبره في الموضوع يسهل عليك الشغل. خلي بالك ان هو في الاوتوكاد لو عايز ياخد 3 دي او سكشن هيعيد الشغل، ولو حب يعدل في واحده فيهم هيقعد يدور على الحاجات دي في كل لوحه بيعدلها، انما هنا خلص خلاص. ده خلص وده لسه بيعمل شويه تعديلات، بيحط الابواب هنا، عندك الباب جاهز تاخده تحط تاخده تحط على طول. طيب ده لسه برضه بيظبط بعض الحاجات. طيب هنتخيل بقى ان هو خلاص خلص وطلبنا منه ان هو يعمل سيكشن، هتلاقي اعمل سيكشن في البيم واعمل سيكشن في الكيت. تمام. بص هنا في البيم مجرد بس خط خط السكشن اتعمل وقف، هنا بقى مع نفسك بقى ويقعد يقيس ويروح ويحط ويشيل ويجيب و و و و تمام. فدي هتسهل عليك شغل كتير. طيب خلينا نيجي نبص على الشكل دوت، دي عندي شباك اهوت،
معمول كده، ايه اللي انت ممكن تعرفه من البلوكه ديت؟ الطول والعرض بس، خلصت. ايه المعلومه اللي ممكن تاخدها اكتر من كده؟ مفيش. انما هنا بقى انا عندي الايتم او الاليمنت، ممكن احط فيه اليو فاليو، البروبرتيز، الكوست، البرامتر. مش هحط، انا ممكن انزل فاملي من الشركه فيجي معايا بكل المعلومات اللي انا محتاجها، المصنع، سي او 2، الاستخدامات، ممكن احط ملفات الكوبي، مواعيد الصيانه، مواعيد غسل الازاز، ممكن اربطه بملف وورد او بي دي اف. كل الحاجات دي اقدر اعملها بسهوله في عناصر البيم. طيب دي الوضع الحالي في الكونستراكشن بتاعنا، وده اللي عامل المشكله، ان كل قطعه لوحدها، ان قسم مثلا الديجيتال فابريكيشن منفصل عن السبلاي تشين، منفصل عن الكلاتش ديتكشن، منفصل عن الاركتكشر، منفصل، يعني كل واحد لوحده. المعلومه اللي موجوده هنا ما تسمعش هنا، موجوده موجوده هنا مش ما تسمعش هنا، هنا ما تسمعش هنا. طيب هنا كل المعلومات متوصله ببعض، بقى انا عندي موديل واحد بس، دي الفكره كلها، مش كلام نظري خلاص. هو انا عندي موديل واحد بس في اي معلومه تحط فيه، فلو اي قسم حابب ياخد المعلومه يقدر يدخل وياخد المعلومه من البيم او من الموديل او من السورس الوحيد للمعلومه. طيب ليه البيم؟ لانه اسرع واقوى وبيوفر في الوقت وبيوفر في التكلفه وبيديني جوده عاليه. احنا عندنا مثلث كده يقول لك الوقت، التكلفه، الكفاءه. لو انت قللت الوقت يبقى ده هيأثر على الكفاءة وهيأثر على الفلوس. انما الجديد بقى ان انت بترفع الجودة وفي نفس الوقت بتقلل التكلفة وبتقلل الوقت. فهو عمل ثورة بمعناها الحميد على التكنولوجيا او على الوضع الحالي في التكنولوجيا. لما سألنا الناس ايه اللي عجبكم في الموضوع بتاع البيم دوت، فقال لك ان هو بيقلل الاخطاء، في توقع حلو قوي للتكلفة، فبعرف المشروع ده هيكلف كام، بيخلينا نفهم المشروع افضل، بيحسن موضوع السكادول. طيب ده من مثال بيم، ان انت تقدر تشوف الحاجه افضل، فتقدر توصل الفكره بتاعتك كاداره مشروع لكل الناس، للعميل وللتيم بتاعك. دي صورتي في مشروع من المشاريع المهمه، سكويرت فود، ده من اكبر المشاريع الموجوده في قطر، وده كنا بنعمل فيجوال رياليتي، بلبس النضارة وببقى شايف المشروع وبنعرضه على المالك، بحيث ان هو يعرف شكل المشروع هيبقى عامل ازاي، ما يجيش بعد ما خلص المشروع يقول لك لا ده انا كنت عايزه كذا، لا افتح لي الاثنين فتوقف المشروع عشان تعمل التعديل ديت، لا احنا وريناه لك اهو كانك انت موجود جوه المبنى وبتمشي جوه المبنى. ده كان مسجد، وفعلا لما لبسنا النضارة فوجئنا ببعض الحاجات، عدلناها زي مثلا كان في مثلا ماسوره بارزه عن الحيطه فظهر شكلها، في كلاش معين، في حاجات كانت على الروف، فدانا نعدل الحاجات ديت. طيب ده سيكشن مثلا 3D تقدر تاخد كام يوم عشان ترسمه؟ طيب ده بيطلع اوتوماتيك من البيم، مجرد ان انت رسمت الادوار بتلاقي ان انت تقدر تطلع السيكشن ده على طول، ولو عدلت فيه هتعدل في كل البلانات، لو عدلت في اي بلان هتعدل هنا على طول اوتوماتيك. وتقدر تطلع الحصر في ثواني، تقدر تطلع الابعاد، اللودنج، كالكوليشن، سبسكيشن. وما زال بيم ان كل الاقسام بتتعامل مع بعض، الانشائي والمعماري ميكانيكال والالكتريكال والفاسيلتي مانجمنت، كلهم موجودين مع بعض بيتعاملوا مع بعض، وفي تعاون بين كل اطراف المشروع، وكل واحد عنده معلومه كده بنقدر نشاركها ونقدر نفهمها ونقدر نتعامل مع بعض فيها. المشكله ان انت ممكن تكون شغال ببرنامج من برامج البيم بس انت مش ماشي باسلوب البيم، فكل واحد شغال لوحده وكده، فهتلاقي RFI سواء شغال بالاوتوكاد او شغال برنامج بيم بس انت مش فاهم فكره البيم. عشان كده عملنا مجموعه جاستو بيم على قناه بيم اريبيا على اليوتيوب، بحيث نشرح فكره البيم وايه المزايا اللي فيه. فتلاقي كل شويه بعت ار اف اي ويستنى 20 يوم لحد ما يرد وفين اخر اصدار وحاجه زي كده. انما لو انت شغال بيم عندك السورس، تدخل تاخد المعلومه اللي انت عايزها، سواء هاند اوفر، سواء كل دوكيمنت كنترول، كله يقدر ياخد المعلومه اللي هو عايزها. طيب بين الديزاين وبين البيم كوردينيتور، الديزاين بيبعت الموديل، فالبيم كوردينيتور بيبدا يقارن بين الموديل ويطلع كلاش ديتكشن ويشوف مين اللي المفروض يعدل، ويبعت يقول له عدل الحاجات دي، فالانجينير يبدا يعدل ويشوف الكلاشات ديت. هنا بقى في الموقع الراجل عنده الموديل بدا يشوف المشاكل، عنده RFI. من ضمن مزايا استخدام البيم ان الـ RFI بيقل جامد، عندك الموديل تقدر تاخد كل المعلومات اللي انت عايزها.
في الكات كان بيبقى مثلا عندك حاجة ومحتاج فيها سيكشن مش عارف دي الارتفاع بتاعها كام، فعمال تبعت ار اف اي كل شوية. هنا لا الموضوع بيقل، فده بيشوف الار اف اي ويبص على الموديل ويروح بعت لك المعلومة وانت تقدر تحل في قلب الموقع. وعندنا انتجريتد او تعاون او مشاركة، عندي مثلا العمود هنا ده مثلا ده خلاص الديزاين بتاعه هو، بس لو دي نفس التكلفة بنقسمه لريبار، فورم وورك، كونكريت، كلادينج، ماتيريال، ليبر، اكيوبمنت، وتقدر تربط كل عنصر بالوقت، بالوقت اللي موجود في قسم البلاننج اللي هو سواء براموفيرا او ام اس بروجكت. فهو البيم هيساعدك في اتخاذ القرار وان انت تبقى عارف ايه القرار الصح اللي ممكن تاخده في الوقت المناسب. فتقدر تتحكم في المشروع، التحكم في المشروع هو عبارة عن فن وعلم وهندسة، بإن أنت بتقدر تدير المشروع، بتقدر المشاريع الكبيرة المعقدة، بتقدر تحقق المطلوب فيها سواء في الوقت والتكلفة والكواليتي. طيب بتتحكم في إيه؟ بتتحكم في الوقت، بتتحكم في التكلفة، بتتحكم في الجودة، بتتحكم في الستيك هولدر اللي هو المشاركين في المشروع اللي ليهم حق اتخاذ القرار، تتحكم في الريسك مانجمنت المخاطر، السكوب، مدى المشروع. طيب ازاي نقدر نتحكم؟ عملنا نتحكم عايزين ندخل العملية، نتحكم ازاي؟ المشروع كبير فعشان تتحكم فيه لازم تقسمه لاريا وبعد كده سب اريا وبعد كده الانشطة اللي موجودة لحد ما توصل لحاجة ما تقدرش تقسمها اكتر من كده. تمام؟ يعني ما تقولش انا عندي مشروع 5700 متر لا انا عايز تقسمهم لي الكونكريت، الحوائط، الحاجات ديت. تمام؟ طيب عندنا مثلا في البي ام بي او في المانجمنت عندنا كذا حاجه بنهتم بيها، كل الحاجات دي البي ام بيقدر يعملها. على سبيل المثال انت عندك انتجريشن موجود برضه في البي ام، الاي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري، عندنا السكوب برضو، السكوب بيبقى الالمنت بيس، المانجمنت عندنا التايم، في البيم هتلاقي الفور دي تقدر تربطه، المانجمنت مهتم جدا بالكوست فعندنا في البيم الفايف دي، في المانجمنت او في الاداره عندنا الكواليتي الجوده، في البيم كاش سيكشن لو انت حليت كاش سيكشن فانت كده حليت مشكله الكواليتي. كل حاجه بتلاقيها بتلاقي البديل ليها. البروكيورمنت في البي ام بي الاصدار السادس قال لك لو انت استخدمت البيم هيكون افضل ليك بكتير، يعني قاعد ينصح باستخدام البيم لان هو ده هيخليك عارف ايه اللي مطلوب. طيب عشان تبقى عارف ايه المطلوب في المشروع لازم تقعد مع المالك وتعرف منه هو مركز على ايه، هل هو مركز مثلا على الاستدامه ولا مركز على الاسيت مانجمنت ولا مركز على الوقت، او بالنسبه اهم حاجه بالنسبه له الفلوس، مش مهم الوقت بس المهم ان انت توفر فلوس. فالحاجه اللي هو مركز عليها دي احنا هنعملها له بشكل قوي وهو ده هيبقى التركيز بتاعنا. قدر انت ركزت على حاجه هو مش مهتم بيها، انت مركز ان انت تقلل فلوس وبعد كده فرحان تقول له انا قللت الفلوس، يقول لك لا انا مش عايز اقلل الفلوس، انا عايزك تعمل لي جوده افضل. فلازم تبقى فاهم هو عايز ايه. طيب البروجكت بيرفورمانس هتلاقي عندنا سكادول، كواليتي، كوست، سيفتي، استيميت، بادجت، كل الحاجات دي البيم بيقدر يديرها. طيب انا السيفتي ديت عجيبه قوي، ايه علاقه السيفتي بالبيم؟ البيم هيعمل ايه في السيفتي؟ حاجات كتيرة هنبدأ نشوفها مع بعض في البرزنتيشن دوت، بس نقدر نقول ايه ان في السيفتي لو انت حليت المشاكل فعدد ساعات الشغل في المشروع هتقل، فده هيقلل تعرض العامل للمخاطر. يعني مثلا هو ممكن مثلا تبقى فيه كلاش معين فكسر تاني واعمل حاجة تانية، فالتكسير وتعمل حاجة تانية ده عدد ساعات اكتر، ففرصة تعرض العامل للمخاطر زادت. تمام؟ اللي جاي بقى هيكون اوضح. طيب ده اللوجيستيك بلان، هنا بنحدد بقى المشروع الوقت بتاعه هيبقى عامل ازاي وشكل المشروع هيتبني ازاي خطوة خطوة، وبنحدد برضو الكريم احنا محتاجين كام كريم في المشروع دوت. اولا بيقول اليوم الاولاني هيعمل كذا، اليوم التاني هيعمل كذا. طيب احنا برضو من خلال البيم بنقدر نحدد اماكن التخزين، اماكن المسارات، اماكن الكرين، اماكن كل حاجه بنحدد الاماكن بتاعتها وننظمها. ده مثلا السيفتي، ده 2D فاهم من حاجه، ال 3D تبدا تشوف كده فيلم كده قدامك الحاجه تتحرك ازاي، فيبقى فيه
فهم افضل لعمليه الامن. برضه في برامج بيخليك تحدد ايه الاماكن اللي فيها خطوره ممكن حد يقع منها فتروح معلم عليها. ده اسم البرنامج جورجيا تكنيكال سيفتي بلاجن، ده تبع تكلي تمام. فبتحدد المكان تحط عليه باوندري بحيث محدش يقع. لو انت اشتغلت على نفس ووركس في شخص كده كنت تخليه يقعد يمشي كده عشوائي وتخليه يوطي وتخليه ايه سيرد بيرسون، ده برضه ممكن تستخدمه في حاجة زي كده، ان هو اول ما هيقع تعرف ان المكان ده محتاج تحط فيه سور. فالبيم هيساعدك في ان انت تبقى فاهم كل حاجة في المشروع انت والفريق بتاعك. مثال على كده الزي بيلدر. الزي بيلدر هي منصة بتقدر تربط بين الأقسام المختلفة، تقدر تعمل فيها ال 4D وال 5D. الميزة الموجودة فيها إن الرقم اللي بتدخله في ال 5D بيظهر معاك في ال 4D، ده مش موجود في النفس وركس. دي من أعجب الحاجات، النفس وركس بتدخل التكلفة وتخليه يقعد يحسب و و و، ولما تيجي تعمل 4D وتخلي التكلفة تظهر يقول لك لا ده أنت لازم تدخلها مانوال، فتدخل أرقام تاني مع إن هو نفس البرنامج، بس هو أصلا كانوا برنامجين ودمجوهم مع بعض ولسه ما وصلهمش ببعض. هنا بقى في زي بلدر بتربط الاكيوبمنت بالبلاننج بالبيلنج بالدوكومنت مانجمنت، واي رقم بتجيبه هنا بيظهر فيهم كلهم، وتقدر تشوف البيم فيور على النت من غير ما تستخدم البرنامج. بتدخل الموديل تصدره وتعمل له ابلود بحيث ان كل اللي شغالين في المشروع يقدروا يشوفوه حتى لو هم مش شاريين البرنامج. الفور دي موديلنج اوفر فيو بنفيت. الفوائد دي تراديشنال بلاننج، تراديشنال بلاننج اند سكادول، دي الحاجات الشكل اللي احنا متعودين عليه، وده في البيم. فانت شايف كل حاجه وشايف الالوان بتاعت المرحله دي احنا شغالين دلوقتي فهتاخد اللون الاخضر وهكذا، انت بتفضل ان واحد فيهم. طيب هنا بنقارن بين الفعلي والمخطط ليه. هنا ده انت بتبقى شايف بقى اللون ده، احنا كنا وصلنا كده لا ده فيه متاخرين عشان فيه لون معين اهوت، فتبدأ تفهم المشروع بكل سهولة جدا. أو الحاجات اللي باللون الأحمر دي إحنا مثلا كذا، الحاجات اللي باللون الأخضر دي ففي مقارنة هي بين البلاند والأكشوال، سهل جدا تعرف الفرق وتميز بينهم أنت هتفضل أن واحد فيهم. يعني دي الطريقة التراديشنال لوك أهيد، إن أنت تجيب ورقة وتقعد تلزقها، ودي طريقة جميلة جدا. طب ما أنا عندي طريقة أفضل هي في البن، أنت تفضل أن واحد فيهم. لو قلت ده أنا مش هزعل، ما فيش أي مشكلة خالص، أنا يعني زي ما انت عايز. دي التراديشنال بروجرس ميتنج، ده شكل الميتنج وده شكل الميتنج في البيم. بنعرض لهم افلام فيديو كرتون وجميله جدا فتلاقي الناس كلها مبسوطه. ده الكليم اناليسيس، فكله بقى في اختلاف، انما هنا خلاص اللون ده معناه ان انت عملت الحاجه دي، اللون ده معناه ان دي ما اتعملتش، يبقى انت ليك كسب. خلصت الموضوع. ده الدوكيومنتيشن الورق، وده الفور دي بتاعه اهوت، انت تفضل انهي واحد فيهم. العائد على الاستثمار اهم حاجه بيهتم بيها الممول او المالك، العائد على الاستثمار. فالنتائج بتقول ان تقريبا في حدود 70% فوائد لينا، بنعلي الاستثمار بنعلي الفوائد بنعلي الفهم نفسه، يعني 73% فهم افضل للمالك، بيبقى فاهم المشروع افضل. يعني لو هو فاهم 50% هتلاقيه وصل مثلا ل 80% فيه، فدي حاجة كبيرة جدا. الكواليتي، الفاينل ديزاين، الكونستراكشن دوكيومنت أفضل، تقسيم الشغل واللوجيستيك بتاعه بيبقى أفضل. فلو أنت قدرت توفر في الديزاين اللي هو البيلدنج انفورميشن موديل واحد 1 دولار، ففي البيلد هتوفر 20 دولار، في المانج هتوفر 70 دولار، لان انت هنا بتشتغل على طول حياة المبنى فهتوفر كتير جدا. لو عندك اي اسئلة اتمنى تبعتها لي، وان شاء الله تكون حاجة كويسة جدا.